طيب خلونا نفكر حضراتكم مرة تانية بسؤال الحلقة اللي بيقول إزاي بتخرج من نقاش النقاش ده أنت ما بتكونش مقتنع بيه؟ منا تقولي لنا يعني خلينا نبتدي كده بالتعليقات. محمد الأشقر بيقول صباح الفل عليك يا مصطفى بيك وصباحك ورد يا منا. لا لحظة بس، مين مصطفى؟ مصطفى كفافي. أنا تعبت في البرنامج ده على فكرة والله، مرة يتقال عليا شاذلي، وشاذلي صديقي وأخويا ويعني صاحب رحلة كفاح وعمر، ومرة مصطفى، ومرة تقال لي عبد المنعم باين يعني. طيب الحمد لله بالناس بتحبك وبتطلع يعني لك عبد المقصود على فكرة كله. كمان طيب الحمد لله، كلها أسماء ربنا والله منا يعني، ربنا يزيده ويبارك. صباح الفل عليكم. في كل أحوال بريح دماغي وأقول له عندك حق، خصوصا أن بتبقى دماغه ناشفة. غالبا محمد هنا يقصد حد معين على فكرة، ما بيقول لك دماغه ناشفة، ما اعرفش مين بقى يعني المعنى في بطن الشعر. هو محمد، هو محمد اللي يقول لنا يقصد مين يعني. طيب خلونا ناخد تعليق اخر من التعليقات الخاصه بحضراتكم. في استاذ ثروت عدلي بيقول صباح الخير على حضراتكم، افضل حاجه اسيبه وامشي علشان ما يحصلش مشاكل. ولو سابه ومشي وفي نص النقاش هعتبره نده وقال له تعالى فانا طيب محمود زهران بيقول صباح الخيرات، اخلق فرصه ليا وبعدين اقول له طيب احنا ممكن نرجع نقرا او نبحث في الموضوع ده، نفيد، ممكن نفيد بعض بالصح. صحيح. وحافظ على الود، ربنا يديم علينا الوصال. يا سلام. طيب في استاذ احمد سعيد احمد بيقول اسعد الله صباحكم بكل خير، لو نقاش يخص العمل مجبر على الاستماع. حلوه مجبر دي، عجبني يعني، خلاص يعني المرتب برضه اخر الشهر وجيبه هيوجعه الراجل يعني. لو نقاش خارج في موضوع اخر، الاعتذار بطريقه غير محرجه مثلا، جالي تليفون او اي شيء، استاذن بدون محرج الطرف اللي قدامي. وهنا نحط بقى 50 خط على بدون محرج الطرف اللي قدامي، لان يمكن استاذ احمد اقول لك راح لنقطه غايه في الاهميه، لان احيانا في ناس بتتعامل مع الموضوع بقله ذوق عفويه وتحرج الطرف الاخر. هو معلوماته بسيطة يا أخي، لو أنت مش قادر اللي أنت تسمعه خليك عندك نوع من أنواع جبر الخواطر، إما تقف وتسمعه راجل غلبان وعلى قده وهو طريقة فكره كده، أو بطريقة شيك من غير ما تجرحه لو أنت مش عاوز يعني تسمع هذا الحوار وتنهي هذا الحوار. فأنا بحييك طبعا على لفت نظر فكرة بدون إحراج. ما هو الحوار مش لازم ينتهي بأن واحد منتصر على التاني، أو رأي شخص يعني انتصر لرأيه، أو شخص تاني اقتنع بالرأي المقابل ليه، لكن الحوار ده عشان نتكلم ونتشارك، قد نتفق قد لا نتفق، المهم ان احنا نخرج من الموضوع حبايب، نوصل لحل وسط على طيب. الاقل. ميار بقى بتقول صباح الورد عليكم، والله بحاول اقنع بالصح، لو ما نفعش بعمل نفسي عبيطه وخلاص. طيب انا بصي، انا في بس يعني تعليق من اسيوط، لان انا الاسيطه ليهم في قلبي مكانه غاليه، في الاستاذ كحلاوي فتحي محمد، لان انت عارفه المنايفه والاسيطه احنا اولاد عم. اول مره اعرف. لا طبعا اولاد عم، اي حاجه منوفيه وصعيد تعرف اللي هم اولاد عم. انت عايز تقول الكومنت بتاع اسيوط. طيب صباح الخير عليكم من اسيوط، اهم حاجه في اي نقاش عدم شخصنه النقاش، وكمان لازم الاصغاء للطرف الاخر حتى ينتهي من كلامه، وباكد وكده اقدر اكسب معرفه ومعلومات اكتر، اقدر من خلالها تقويه رايي. كلام محترم يعني، انا عاجبني كلام محترم، فكره اللي انا طالما اللي انا قررت اللي انا استمع للطرف الاخر، فانا انصت للطرف الاخر علشان خاطر اكيد في معلومات ممكن يعني يكون الراجل ده هو عنده قدر من العلم والمعرفه اكتر، لان مفيش زي ما اتفقنا مفيش حد بيعلم كل شيء عن شيء. فاللي انا استفيد منه يمكن يعزز من المعلومات اللي عندي، ويقدر يقنعني او يضيف لمعلوماتي حتى لو احنا متفقين في نفس وجهه النظر. صح، حلوه دي برضه، احنا ممكن في نقاش نبقى متفقين ونكمل الكلام، لان معلوماتنا ممكن تكمل بعض. صحيح. دي فكره كويسه. انا مين بقى دلوقتي؟ ايه ده؟ انا مين دلوقتي؟ دلوقتي عبد الصمد. لخبطتني انا شخصيا. طيب احنا خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع تاني نكمل معاكم فقراتنا، ومستنيين كمان تعليقاتكم على سؤال حلقتنا النهارده اللي بيقول لو انت مش مقتنع في النقاش ازاي بتقدر تنهيه من غير ما تحرج اللي قدامك، او ازاي بتقدر تنهي نقاش انت مش مقتنع بيه. خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم باقي حلقتنا.